بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هكمل معاكم الامتحان السادس للعاشر في الوحدة الأولى. ركز معايا وإن شاء الله ربنا يكرمك وتستفاد بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الامتحان السادس بدأ لي بقطعة: ألو سارة، أهلا يا سارة، ده اللي بتكلم دي أليس. سلو، أهلا. جي في أن سربرايز، أنا عندي مفاجأة، أو أنا عملت مفاجأة. أرسل إير، أرسل بورسون أنيفرسير، لعيد ميلاد. تي فيان أفيك توم فرير، أنت تأتي مع أخوك دانيال، يبقى دانيال أخو سارة، اتلا بالتأكيد. سيسا مدي برشان، السبت القادم الساعة 17 أو كلوب في النادي. ني اي سي اي يناسبك او ليس يناسبك؟ قالت لها تي ان اي دي، انت عندك فكره بور لي كادو للهديه؟ قالت لها هو يريد ان كونسول دو جو بلاي ستيشن او مجموعه العاب. مو انا وانت اون فا بارتيسيبيس، نشارك باير في دفع سي كادو هذه الهديه، هيشتركوا الاثنين مع بعض اللي هي اليس وساره. شاك بيرسون، كل شخص يدفع 200 يورو، يبقى الهديه ثمنها، كل شخص يدفع 100 يورو يبقى الهديه ثمنها 200 يورو. قالت لها اوكي جي تي دوني، اعطيك الدولارجان الفلوس يوم السبت. سلو، اهلا او مع السلامه. لو كونسيل دي جو، مجموعه الالعاب او البلاي ستيشن، ثمنها سنت يورو، 100 يورو، دو سنت يورو، 200 يورو، يبقى خدنا 200 يورو رقم بي. لافيت فاكم مانسير، الحفله سوف تبدا الاسوار في المساء ولا الساعه 7 مساء؟ الساعه 7 مساء اللي هي الساعه 19، لا ما كانتش الساعه 19، لو ما تم في الصباح الساعه 5 بعد الظهر. طب وايه حكايه 5 بعد الظهر دي؟ انت عندك لحد الساعة 17، يعني الساعة 5 ده كده بعد الظهر، من اول الساعة 18 ورايح لحد الساعة 23 دي فترة المساء، اما 24 فمنتصف الليل. شوف السؤال اللي جاي: مين اللي هيحتفل بعيد ميلاده؟ ارثر اللي هو رقم سي. علي قال ستذهب الى الحفلة مع سون فرير اخوها الاولاني. شوف القطعة اللي جاي، كاتب لك من فريدة إلى ماريا أنفيت جوزي حفلة تنكرية. سلو ماريا، أهلا ماريا، السبت 15 يناير، إنه مون أنيفرسير، عيد ميلادي، جي في أفوار سيكون عندي 16 سنة، جي فا فير سيعمل أنفيت جوزي حفلة تنكرية في المنزل، يبقى عيد ميلاد فريدة هيكون يوم 15 يناير، هتعمل حفلة عشان هتكمل 16 سنة، هتعمل حفلة تنكرية في المنزل الساعة 6 مساء يعني الساعة 18. جيفين فيتيرس، أدعو ميكو بين زميلاتي وكل ما فمي أسرتي. ندى سوف تتنكر في طيار أو في طيارة. هبة أسي أيضا ستكون برضو مي، لكن منى إن كوزي إن كوزوني في طباخة. بورا ريفيل، لكي تصل عندي سي إيه فاسيل، إنه سهل، خذي أول شارع شمال، مشي طوالي جاسكا حتى استاتو تمثال نجيب محفوظ، أنا أسكن في 304، إنه إنفيس في مواجهة مستشفى بابليك العام، المستشفى العام. فريدة، فريدة اتولدت في أوتمان في الخريف 15 يناير، يبقى في الشتاء، أدور على في الشتاء اللي هي رقم سي. شوف السؤال اللي جاي، فريدة تسكن قال لك في مواجهة المستشفى العام، يبقى أما بعيد عن ولا أمام ديفون؟ أمامها هي اللي تنفع. فريدة تحتفل بسون أنيفرسير بعيد ميلادها 16، طب خلاص خدنا الأولانية. بيقول لك على فت في الحفلة هبة تتنكر في طيار، هي ما جابش غير طيار اللي هي هبة، وكانت واحدة زميلتها كمان اسمها تي أكسبتي أن إنفيتاسيون، تتقبل دعوة، أنت تقول أفيك بليزير بكل سرور الأولانية. تي إنديكي، أنت توضح بوركوا، لماذا أنت تذهب إلى المتحف؟ كيسك تي دي، ماذا تقول؟ بور فوار، لكي أرى مباراة، لكي أرى ستاتو التماثيلي، بخدنا رقم بي. شوف السؤال اللي جاي، تي دوموند، تطلب من زميلك أين ستروف توجد المحطة، ماذا هو يقول؟ هيقول إيه؟ لكي آخذ القطار إلي جراند سي إيه سنتر للسينما، إنها بين السينما والبوسطة، بس إيه؟ أنت تطلب من زميلك أين توجد المحطة، هو هيقول لك إنها بين السينما والبوسطة اللي هي رقم سي. تي بارلاند، تتكلم عن جدول مواعيدك لويك إند في العطلة، ماذا أنت تقول؟ إنه الجمعة، أنا عندي حصة رياضيات، هو يذهب إلى الجبل، أنا أحب الذهاب إلى الشاطئ، بخدنا اللي فيها أنا اللي هي الأخرانية. شوف السؤال بتاع القواعد، جي بريند، أنا آخذ المترو، عايز قال باخد لو، يكون تنكرك، التنكر مذكر قال لك كل اللي هي رقم سي، السينما تقوم في مواجهة المحطة، المحطة مؤنث باخد دولار، بورا الليل للذهاب إلى المتحف، جي بصي أنا أمر، بصي بتيجي معاها اتنين، يا إما شي يا إما بار.
بار مع الأماكن وشي مع الأشخاص، يبقى المدرسة مكان، يبقى أخد كلمة بار أمر بالمدرسة. شوف السؤال اللي جاي. لو ديمانش الأحد جي إيه مالليرة نحب الذهاب إلى حديقة الحيوان، يبقى خدنا أول اللي هي رقم ب. ليكو بين الزميلات بتوع جون يكونوا الزميلات جمع مؤنث، أدور على واحدة في دول تمشي جمع مؤنث، تعال نجيبهم للآخر. أدم ممرضة ما تنفعش، شنطير دي جمع مذكر، اكترس مفرد مؤنث، يبقى ناخد بومبير لان بومبير تمشي مذكر وتمشي مؤنث، رجل اطفاء وسيدة اطفاء في نفس الوقت. ميزيليف تلاميذي وعمل فصلة، طالما عمل فصلة يبقى امر مع الفو، فعل فير مع الفو شكله اف اي تي او اس اللي هو نهايته او اس. يك تكون الحفلة، قال لك انها يوم الاثنين 12 مارس، يبقى متى؟ متى اللي هي كلمة كون. تعال نشوف الموضوع اللي جاي. اس ام اس عايز ايه؟ الايميل اللي جاي اللي هو بيقول لي في الايميل اللي جاي بيقول لي سلوى اللي كاتب له سلوى كلي تا بروفيسيون سويت، اي امنيه اي مهنه تتمنى؟ هقول له جي سويت، انا اتمنى اتر انا اكون ميديسان، اتمنى انا اكون طبيب. أين تحب أن تعمل؟ جيم أنا أحب ترافاي أن أعمل على أوتيل أو على بوتيل في مستشفى السلام، أي اسم وخلاص. طيب كليل ناتير دو ترافاي، ما طبيعة العمل؟ طبيعة العمل تكون، حدد بكلمة طبيعة العمل تكون سواني، على بداية طبيعة العمل تكون سواني لمرض علاج المرض. بارلي تكلم عن مشروعاتك من ضمن الفاكانس استثناء الاجازة بتاعت الصيف، ناجير وموزين. اقول له بندو اثناء اجازة الصيف ناجير يسبح وموزين متحف، نشوف هنحطهم في جمل ازاي. هبدأ بالجملة اللي هو بديل بيه، بندو الفاكانس ديتي، ادي بندو ها لي فاكانس دي تي جيم او جيفا، انا ذهبت او موزي الى المتحف بور بروندر كالك فوتو لكي اخذ بعض الصور. ماشي مي، لكن تو لا جورني طول النهار. جيم انا احب الليرة الذهاب على مير الى البحر بور ناجير لكي اسبح افيك مع ميزامي اصدقائي. الامتحان السابع، السيدة والرجل بتقول لك اكسكوزي مو مسيو، اسف سيدي، اسف يا سيدي انا ابحث عن لاجروند بوست، البوستة الكبيرة. فالراجل قال لها او سي اسم بالهذا سهل، فو بوريني تاخذ اول شارع اغش شمال، فو زليتا ذهبين طوال تدروات طوالي، او بريمير فو في اول شارع تورني ادروات تلف على اليمين، فو زليت روفيت تجدين على جراند بوست، لا بوست اي لا هناك البوست هناك، افوتر دروات على يمينك سي اي ان جراند بتمونها مبنى كبير. هذه السيدة تريد الذهاب الى مكتب البريد، اول واحدة خلاص مش عايز حاجة. ابريل فو بعد الإشارة، تعال ندوره كده على الإشارة، أنت هتلف يمين. السيدة يجب أن تلف ترافرسيل تعبر الشارع، تلف يمين يبقى تلف يمين رقم ب. طيب البوستة تكون لا جراند بليس، البوستة تكون لا جراند بليس في الميدان الكبير. طيب فين حتة؟ توجد في الميدان الكبير. يبقى الوان دو دورير خلف انفيس في مواجهة ادروات في ايه في يمين، تعال ندوره. انت تعبري لا جراند بليس، تعبر الميدان الكبير، البوستة تكون هناك افوتر دروات على اليمين، يبقى هي على اليمين بتاع الميدان الكبير، يبقى خدنا الاخرانيين. اقول له كنت نسمع الحوار في التليفون عند السيدة في الشارع، اكيد في الشارع، تعال نشوف القطعة اللي جاية. واحد بيقول لي مون كارتيير حي،
جوموبيل. انا اسمي علي صبري، اسكن في سنتر في وسط لوكسور. اوبورد دونيل على شاطئ النيل، يبقى اوبورد معنا على شاطئ. مون جراند كارتير، حي كبير يكون هادئ مودرن وحديث. دان مون كارتير في حي اليا، يوجد دو بارك حديقتين، ديزاربر اشجار، تروا ايكول ثلاث مدارس، ان كلوب بنادي، ديزبور رياضي، افيك ام بسين بحمام سباحه، ام برودو بوست مكتب بريد، ام بانك وبنك، ايدو وبتو ومستشفتين، اني اي با دو باتنوار، ما عندناش ميدان تزلج، بورفير دو باتانا جلاس لكي نمارس التزلج على الجليد. جايب كلمات الواحدة بحالها، خلي بالك. انا اذهب او كارتير الى الحي، الى حي مونامي صديقي فريد. انا امشي بور الليل للذهاب الى المدرسة على بعد 100 متر مني، يبقى قريب، خلي بالك. او فوتير في المستقبل، انا احب ان اكون مدرس فرنساوي مثل مي برونس والدي. تعال نحله على الكتف. بقول له في الفطير في المستقبل، علي يحب ان يعالج المرضى، يعلم الفرنساوي، يعلم الفرنساوي رقم بي اللي احنا خدناه. علي يذهب الى مدرسته، هي مدرسته كانت على بعد 100 متر، ما ينفعش تاكسي ولا عجله، بار لو بس سكولير اوتوبيس المدرسي. بدي على الاقدام. حي فريد انتروف نجي، باتنوار ميدان تزلج، ولا مستشفتين، ولا ثلاث مدارس، ولا نادي بحمام سباحه. الثلاثه الاخرانيين دول موجودين في حي علي، يبقى في مش موجود عنده باتنوار، عشان كده بيروح لزميله في حي زميله اللي اسمه ايه؟ فريد. علي يسكن في قريه ولا بعيد عن النيل ولا قريب من النيل؟ يبقى قريب من النيل. نشوف المواقف. بقول لك تي دوموند، ان تطلب من تونامي من زميلك سيب روجيه مشروعاته اثناء العطله، ماذا انت تقول؟ العطله تكون في اي يوم؟ انا احب الذهاب الى البحر، ماذا تفعل في العطله؟ خليك معايا. ان تطلب من زميلك مشروعاته اثناء العطله، ماذا انت تقول؟ يبقى ماذا تفعل في العطله اللي هي رقم سي. تي انديكي، ان تتوضح. لا بروفيسيون، مهنه مفضله لاختك، ماذا انت تقول؟ هي اختي اكيد، يبقى هو ما تنفعش، هي تعمل وتمارس رياضه ما تنفعش، انا احب ما تنفعش، هي تحب ان تكون باتير رسامه. خلنا الاخرانيين. شوف السؤال اللي جاي، انت تريد الذهاب الى البوسطه، ماذا انت تقول؟ الى مار للبوسطه لكي ارسل خطاب، ما تنفعش. للذهاب الى البوسطه من فضلك، يبقى خدنا للذهاب الى البوسطه من فضلك. أنت تطلب ها من زميلك لإمبلاسمو مكان سون كارتير حي، وماذا أنت تقول؟ أين يوجد حيك؟ يبقى خدنا الأولاني. خش على سؤال القواعد. ني ترافيرسيبا، لا تعبر الإشارة الخضراء. الإشارة مذكر، أدور على واحدة الدور بتاعت مذكر، قال لك أو رقم بي. جيفو سهات، أتمنى لكم أجازة. الأجازة أكتب عليها جمع مؤنث، دور على واحدة الدور جمع مؤنث، يبقى خدنا رقم الأولاني. جي دوموند، أن أطلب من مدرب من أخويا أن، جي دوموند، أن أطلب من أخويا أن يأخذ القطار. أن بالفرنسي دو، وبيجي وراها مصدر فعل، بيجي وراها مصدر فعل. أما ما خدناش بور ليه؟ بور معناها لي أو لكي. إلى أو في وشي عند. ثلاثة الأولين يجي وراها مصدر فعل صحيح، بس المعنى اللي اتحكم فيها في الجملة دي. نشوف السؤال اللي جاي. مسيو سيد احترام، وطالما احترام يبقى مع الفو. أدور على واحدة في دول مع الفو، قال لك مارشيل نهايتها أو زد اللي هي التالتة. سارة سيدي جوزية تتنكر، احنا قلنا بين كلمة تتنكر وبين الطبيب باخد قن وانا مغمض الاخرانية. شوف السؤال اللي جاي. بصيتي، تمر انت للذهاب الى المحطة، قال له بالبوسطة، يبقى عايز بأين. طب ادي أين بس، من أين بأين، ده حرف الجر وده حرف الجر، يبقى خدنا ده. ماريون تكون، في صفة من دول تمشي مذكر ومؤنث، قال لك من لسان الطبيب الأولانية تمشي مذكر ومؤنث. ما فواتير سيارتي تكون لو أوتر فواتير، بين السيارات الأخرى، أحط كلمة انتر يعني بين. سلو أهلا، أتني كاتب له كلمة سلو. كيلي تون جور دي كونج، ما يكون يوم عطلتك، حول له سي إيه إنه لو فوندر دي، إنه يوم الجمعة. أي مشروعات أنت تعملها يوم في العطلة؟ أقول له جي جويي أنا ألعب، او فوت كرة قدم، او كلوب. مع من؟ اقول له جي جويي نلعب، لازم جملة كاملة يا اخوان. افيك مع ميزامي، مع اصدقاء. تعال نشوف اللي جاي. بارلي تكلم عن طاب بروفيسيون مهنتك المفضلة، طبيعة العمل ومكان العمل. احنا خدناها كتير بس هكتب اخر مرة. جيم، انا احب اتر ان اكون ميديسان، طبيب. جيم، انا احب صوت رافاي هذا العمل،
بور او كار، لان جيم انا احب. سوانير علاج مصدر اهو لمرض المرضى. جيفو انا اريد. ترافايي انا اعمل مصدر فاعل. دان لوبيتال في مستشفى، يبقى كده احط اسم مستشفى النيل. عرفان او انفا في النهايه. سيت بروفيسيون، هذه المهنه تكون تري بيل، جميله جدا. خش على الامتحان الثامن. من جون الى نبيل سيم وبيقدم نفسه انه انا. اهلا يا نبيل، تنمي زميلك جون. جومابيل انا اسمي جون، انا اسكن في باريس. انا عندي مثلك اخت، يبقى عندي اخت واحده. كي اسيتان عندها 7 سنين، هي اسمها مارتين. ماشي، يبقى مارتين اخت جون. جيفي كورسبوندر، انا سوف اتراسل جيدا. اون فرنسي، بالفرنساوي وبرسكي، لانك تي اكسلونت، انت ممتاز. دانسيت لونج، في هذه اللغه. جي كوني، انا اعرف جيدا الانجليزي والايطالي. يبقى الواد جون عارف فرنساوي وانجليزي وايطالي. جي باسي، انا اقضي اجازتي لندن، في لندوري، في لندن، حيث، او عند مون جراند بير في روما، عند جدي في روما. يبقى عشان كده بتكلم انجليزي وايطالي. جي ام لدوزين، احب الرسم. جي جويه، انا اعزف على الجيتار. جي ام بيان، انا احب جدا لا لتر القراءه. كنت مثلك تونامي، صديقك جون. يوجد نوت دان لا فامي دي جون، كم شخص في اسره جون؟ يبقى جون واخته وابوه وامه، يبقى 4. اون فاكانس، في الاجازه. جون يذهب الى لندن، الى باريس، عند عمه في القاهره، يبقى الى لندن. جون يحب كثيرا يعزف على البيانو، ما كانش بيعزف على البيانو ده كان جيتار. يلعب تنس ما قالش. يقرا كتب، يبقى يقرا كتب. نبيل يحب كثيرا الانجليزي، الجيتار، القراءة، يبقى يحب كثيرا القراءة زي زميله. شوف القطعة اللي جاية. ليه بيقول كسكتي في، ماذا تفعل بندون لفاكانس اثناء اجازة توم؟ قال له يوم السبت بعد الظهر جي في او كلوب، بذهب الى النادي. لسوار، انا اذهب الى حفلة تنكرية بتاعتي. يوم الاحد جي في، ليه؟ قال له يوم الاحد جي في، انا اذهب الى المسرح مع جو الساعة 19 تي في ان، انت تاتي؟ قال له لا، انا اشارك عن كورس في سباق عجل. طب يوم الاثنين جي في او ريستورانت، اذهب الى المطعم مع والدي والثلاثاء. قال له والثلاثاء، قال له مرضي الثلاثاء جي في على مونتانا، اذهب الى الجبل مع بول. نشوف الاختيار. توم يذهب الى النادي، تعال ندور على توم. بيذهب للنادي يوم السبت بعد الظهر. طيب يذهب الى النادي السبت بعد الظهر، يبقى إيه؟ بذهب الى النادي السبت بعد الظهر. تعال نشوف السؤال اللي جاي. بول يذهب الى الجبل، تعال ندور. بول يذهب الى الجبل يوم الثلاثاء مع اسرته ولا مع توم؟ مع توم. نشوف السؤال اللي جاي. بيقول لك ليون دي يوم الاثنين، توم يذهب نقط الى مع اسرته، يبقى الى الجبل ولا المسرح ولا الى الحفله ولا الى المطعم؟ قال لك الى المطعم مع اسرته. يوم الاحد مساء، توم سوف يعمل ديفيل وعجل، هيشارك في سباق عجل الاولانيين. تعال نشوف المواقف. بيقول لك تيدي كري، انت تصف توندو جزمو تنكرك الى زميلك، ماذا انت تقول اليه؟ هو يكون مش عايز في حاجه، الحفله تكون تنكريه مش عايز في حاجه، في ماذا انت تنكر؟ لا، هيقول له تنكري انه في طيار، يبقى خدنا الاخرانيين. تونامي، زميلك تي دوموند يطلب منك بوركوا، لماذا انت تذهب الى ميدان التزلج؟ ماذا انت تقول؟ هتقول له بور فير لكي العب تنس، بور براندا لترين اخذ قطار، اعمل تزلج على الجليد، يبقى خدنا رقم سي، اعمل تزلج على الجليد. نشوف السؤال اللي جاي. طامير، امك تكون بولونجير خبازه، ماذا انت تقول؟ هي تعمل كوفير قصات، هي تعمل خبز، يبقى هي تعمل خبز اللي هي رقم ب. تي دوني، انت تعطي ان كونسي، نصيحه، اعطونامي الى زميلك المريض، ماذا انت تقول؟ هتقول له لا تستشير طبيب، يبقى عايز تخلص عليه وخلاص، لا تاخذ الدواء بالمره، ارتاح في السرير، ارتاح في السرير. طبعا ما ينفعش الاخرانيه يمارس رياضه ده المريض، لما يصحب ربنا يكرمه يمارس زي ما هو عايز. تمبر، ابوك في وما يعمل، ماذا في الحياه؟ شغال ايه في الحياه؟ ادور على كلمه ماذا، يعني واحده في دول ماذا؟ قال لك اللي هي رقم سو. طب ما انا عندي الاولى ماذا، بس الاولى تاتي في بدايه السؤال فقط.
أمك وا تأتي في وسط أو نهاية السؤال، وإذا جاءت في بداية السؤال تصدر بحرف جر، يبقى دي اللي عليها العين. أم فيدي أكتيفيتي، أنشطة جمع مؤنث، اكتب عليه. يبقى ناخده مانيال الأولاني، شوف السؤال اللي جاي. ني نقط با أدروات تلاتة لف يمين مسيو سيد احترام، أدور على واحدة في دول آخرها إيه زد على طول وأنا مغمض، خدنا رقم ب. في الأجازة أنفا نذهب تو جميعا إلى الشاطئ، الشاطئ مؤنث، يبقى أدور على واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك الله الأخرانيين. لامير نو، اشتغل على لامير ولا مع نو؟ قال لك لا مع مير. لامير ده هي بتساوي الضمير ال، ادور على واحده في دول بتاعت ال بتعمل لنا جاتو، يبقى فت اللي هي رقم سي. نو نحن وفصل ام في نعمل دوزين رسم، الرسم مذكر، ادور على واحده في دول بتاعت مذكر، قال لك الاولانيه. منى تكون لافانت العشرين وواحد، عايز الواحد والعشرين، انت بتجاوب قبل اخر الاولى والعشرين دي ما بتجيش، لازم دي تيجي ساده من غير ارقام، ما يسندش معاها رقم، ما يبقاش فيها 20. ان ما تنفعش عدد ترتيبي. بريمير نفس القصه، ما تجيش مع ارقام. ان يم اللي هي الحادية والعشرين دي اللي بتسند على رقم واحد. يبقى 21 اخد فانيتا يم. 22 مثلا 31 ترونت ايتا يم وهكذا، يبقى كلمه ان يم بتسند على رقم، لازم تسند على رقم. سيسون نوم بن، بن دي جمع مؤنث. الأولانية جمع مذكر، التانية مفرد مذكر، التالتة مفرد مؤنث، الرابعة جمع مؤنث، يبقى خدنا الأخرين عشان كلمة بون. شوفوا كده الإيميل اللي جاي، عايزين سلو أكتب سلو. كلمة تير تي إم أتر لسه واخدينه، واستحب أن تكون في المستقبل. مشروعاتك في العطلة خدناها، مع من خدناها. تكلم عن مهنة والديك، هتقول لي أول جوموبيل أنا اسمي علي. مي برانتس والديا، او مي برانتس والديا سون يكونوا سوريان بشوشي. ادينا حطيت سطر زياده كده من سنه اولى، مش هيضر في حاجه. مومبير ابويا ايه يكون ميديسان، هو ترافاي او هو تسوني يعالج، عشان طبيعة العمل على طول لي مرض المرضى. هو ترافاي يعمل على بوتال. مامير امي تكون بروفيسير، مدرسة، هي ترافاي تعمل على ايكول في المدرسة، وهي انسينيي، ركز، انسينيي تعلم لزليف التلاميذ. انت عارف تسأل بيقول لي بونجور ليا، صباح الخير يا ليا جي، بتيت فامين، عندي اسره صغيره. مبير ابويا يكون مدرس، خلاص حددنا على الاب. امي تكون فارماسيان صيدلانيه، انا اكون في سنه ثانيه ثانوي، بدا يحدد. نحن نسكن في طنطا، بدا يحدد، انا مش هتغطى تحت الكلام اللي ممكن يجي على اسئله. ما بتيت فيل مدينتي على بعد 85 كيلو من العاصمه القاهره. في مدينتي يوجد مدارس، حدائق، شوارع مشاه، ممرات عجل، مستشفيات عامة، لكن لا يوجد حديقة ملاهي. تمام. بورفوار لزانيمو لكي نرى الحيوانات، جي في، أنا أذهب إلى حديقة الحيوان في القاهرة مع أسرتي دوفوا مرتين في السنة. تمام. أوفتير في المستقبل، أحب أن أعالج المرضى، يبقى عايزة تبقى طبيبة في المستشفى بتاعة عمي فريدي بعمها سوزان. شوف طبيب. لوبيردو سوزان، ابو سوزان يعمل فيه، هو قالت لابويا مدرس، يبقى شغال في مدرسه، ادور على كلمه مدرسه، يبقى خدنا رقم د. في طنطا اوني تروبا، لا نجد مستشفى ولا حديقه حيوان ولا شوارع مشاه ولا مدارس، يبقى حديقه حيوان عشان بتروحها في القاهره. سوزان تذهب الى القاهره دوفوا مرتين في السنه، يوميا، شهريا، اسبوعيا، سنويا، يبقى خدنا الاخرانيين. في المستقبل سوزان تحب ان تكون طبيبه زي عمها اللي بيعالج المرضى. الأجندة دي جوستين، الأجندة بتاعت جوستين، يوم السبت الساعة 6 يونيو والحد 7 يونيو، الساعة 10 بيلعب تنس، الساعة 12 بيتغدى في مع تانية، 16 بيكون في البلاج، الساعة 19 بيشاهد فيلم في السينما.
يوم الحد 9 الصبح عنده سباق عجل او بيمارس عجل، 12 بيتغدى مع الاسره، يبقى دي ما كانتش من الاسره، 16 يزور زياره لعمه لجدته، 17 الساعة 20 عيد ميلاد صوفيا. تعال نشوف. إنه جدول وعيد بور لي ويك إند للعطلة، السبت والحد يبقى العطلة الأولانية. سامودي سوار السبت مساء، السبت مساء بيروح سينما، يكون في المطعم ولا في حفلة عيد ميلاد ولا عند جديه ولا في السينما، يبقى خدنا في السينما الأخرانية. صوفيا تحتفل بعيد ميلادها يوم السبت مساء، الحد صباحا، الحد مساء يبقى الحد مساء. يوم 8 يونيو يكون السبت ولا الاثنين؟ يوم الاثنين، عشان السبت 6 والحد 7 ويبقى الاثنين 8 خدناه على طول. نشوف المواقف مع بعض. تيتين فورميه، انت تسال على امبلاسمو مكان المتحف، ماذا انت تقول؟ انت تحب الذهاب الى المتحف، ماذا يوجد في المتحف؟ كيف يكون المتحف؟ للذهاب الى المتحف تسال على المكان، يبقى للذهاب الى المتحف مفضلك الاخراني. تيدمان تطلب من زميلك وصف سم كارتيير حيه، ماذا انت تقول؟ كيف يكون حيك؟ خلاص توكلنا على الله. تي ديماند، أنت تطلب من زميلك لماذا هو يذهب إلى الصيدلية، ماذا هو يقول؟ لكي أرى طبيب مش في الصيدلية، أشتري دواء، يبقى أشتري دواء رقم ب. شوف السؤال اللي جاي. تي ديماند تطلب من تونامي من زميلك لبروفيسيون مهنة سومبير، أبوه ماذا هو يقول؟ هو يسافر إلى فرنسا وعنده 50 سنة ويحب الذهاب إلى البحر، هو يكون شوفير سائق، يبقى خدنا الأخرانية هو يكون سائق. ده نافي فعل فير ومعاه اي رياضه انه واخد دور مغمض. اكسبليكي يشرح الدروس الى التلاميذ، عايز من؟ مين اللي بيشرح الدروس للتلاميذ؟ ماذا؟ ماذا؟ كيف؟ من؟ الاخرانيه ما بتتعملش ابوستروف لاي سبب من الاسباب. لو فوتوغرافي المصورين جمع، ادور على فعل من دول نهايته او نتيجه، قال لك الاولانيه برنيه. شوف السؤال اللي جاي. السيدي بلاصيه ويتنقل غالبا بالعجله، افيلو. شوف السؤال اللي جاي. ما بتت صغيرتي ادر وات، صغيرتي بامر شخص واحد، يبقى عايز امر مع التي واحذف حرف الاس مع الضمير تي في فعل المجموعه الاولى، يبقى خدنا تورنيل اللي هي رقم سي. ابوك في يمارس نقط في الحياه، ابوك بيعمل ايه في الحياه؟ ادور على كلمه ماذا، لسه واخدينها في الامتحان اللي قبله، قال لك كلمه قوى. لو فواتير السياره تكون بين السكوتر بين الموتوسيكلين، عايز كلمه باينه، لسه واخدينها في الامتحان اللي قبله، يبقى خدنا ينطر. ماميزون يكون منزلي يكون بجانب المتحف، مذكر برضه لسه واخدينها قبل كده، يبقى ناخده دول اولاني. نشوف الايميل اللي جاي. سالوه، يبقى اكتب له سالوه. كليتون ادرس مع عنوانك حول لوجيها بالتي، انا اسكن او 5 شارع دي لاجار المحطة. اي خط سير انا اخذ لكي اتي عندك؟ اقول له خذ شارع بريندلارو، خذ الشارع بريندلارو دولاجار شارع المحطة تدرو الطوالي. أين تقضي السهرة؟ هقول له جي بس أقضي لا سواري السهرة أو سينما. راح دماغي. في هذا الايميل او اكتب ايميل الى زميلك لكي تكلمه عن لافيد وزي، خدنا الحفله التنكريه قبل كده. شوف الامتحان اللي جاي. الامتحان العاشر بيقول لي جوموبيلا الاسم ساديو ماني على خيره الله. جيسوي دكار، انا في اسكن في دكار في السنغال. جيبرلي فرنسي، اتكلم فرنساوي وانجليزي، انا عندي 15 سنه ونصف. مش هو اللي كده اللي بيلعب مع محمد صلاح ده؟ واحد تاني. يلا زي بعضه. مومبير ابويا يكون بيلوت طيار وامي تكون بروفيسور مدرسه. جيان عندي ان بتيت سيير، اختي صغيره عندها 9 سنين. وان جراند فرير واخو كبير، هو يكون صحفي، انا احب كره القدم. جي ام انا احب بيير ريغاردي بشاهد جيدا للتلفزيون. جادور انا اعشق ميبر موني التنزه على كامباني في الريف. وبورد دون امير في الريف. وبورد دولامير على شاطئ البحر. مو من مونامي زميلي جون يسكن ام فرنسا في فرنسا، لكن ماريو يكون ايطالي. ساديو ماني يتكلم انسيا لونج، هو قال لك انا اكون فرنسا اتكلم فرنساوي وانجليزي بلغتين، ادور على كلمه لغتين، قال لك رقم سي. روبرتو ساديو مانو ابو ساديو مانو دان يعمل في مطار لان ابوه طيار، يبقى خدنا الاولانيه. شوف السؤال اللي جاي.
جون فيان جون ياتي جون جون جاي من ايطاليا ولا مصر ولا السنغال ولا فرنسا؟ من فرنسا عشان هو فرنساوي. لا فاميلي اسره ساديو تتكون من شخصين 4 3 5، يبقى خدنا 5 الاخرانيين. منى بتقول الو اهلا يا ندى، كيسك تي في ماذا تفعلين؟ تي اي او اين تكونين؟ قلت لها جي سوي بردو انا تاها، جي سوي ضلنا فواتير انا في السياره افيك مو افيك عمر مع عمر امام لو بارك دي اتراكسيون حديقه الملاهي. فمنى قالت داكور ماشي فاتو دروات مشي طوالي دلروه في شارع انور السادات ثم خذي اول شارع اغش شمال بري بعد الكوبري تحت 6 اكتوبر ان سويت بعد ذلك. هتلاقي لفي اول تورنيدو في الدوران الروندي بونت في الدوران بتاع ميدان الاوبرا ومشي حتى شارع تريكولير إشارة المرور ومشي حتى إشارة المرور. هتلاقي حسنا طامزون منزلي منزلك يكون على بعد 50 متر من الإشارة جيمي سوفونير. أنا تذكر ندى تذهب عند منى قابض على الأقدام ولا في العجلة على الأقدام الأولانية. بعد شارع 6 أكتوبر ندى يجب أن تعبر الكوبري تلف في الدوران تعبر الشا تعبر تلف أدروات يمين تنتظر أمام الحديقة يبقى تعبر في الدوران. أبري بعد لارو شارع أنور السادات ندى تاخذ ثاني شارع تمر بالحديقة تلف شمال يبقى تاخذ الشارع الشمالي يبقى خدناه. أنت كي وضح خط السير إلى مدى إلى ندى مين اللي بتوضح؟ هتلاقيها منى اللي هي رقم أ. نشوف السؤال الماضي. تيلي كلوزي أنت تحدد توم كارتير حيك ماذا أنت تقول؟ إليا يوجد 3 مدارس وحديقة ومحطة هو يكون بجانب المحطة يبقى تحدد موقع توم كارتير حيك هتقول إنه بجانب المحطة رقم ب. تي ديماند أنت تطلب من أنا مين من زميلك سيبر وجي مشروعات وبندون لويك إند أثناء العطلة ماذا أنت تقول؟ كيلجور إيتون كونج ما يكون يوم عطلتك؟ كيلجور تي بريفير أي يوم تفضل؟ كيسك تي في ماذا تفعل في العطلة؟ يبقى أنت تطلب من زميلك مشروعات في العطلة أنت هتقول ماذا تفعل في العطلة رقم سي. لسه متكرر السؤال. أنا مين زميلك تي ديماند يطلب منك لترافاي عمل دي لا إنفيرمير الممرضة ماذا هو يقول؟ يبقى سؤال ماذا تفعل الممرضة يبقى خدنا الأولاني. شوف السؤال اللي جاي. تيدي كري أنت تصف حيك ماذا أنت تقول؟ هتقول أنا أسكن في حي الأوبرا كيف يكون حيك؟ إيه هو يوجد في طنطا؟ إنه هادئ وحديث يبقى خدنا الأخراني. مسيو سيدي لو مجازين أوفرت المحل يفتح أين ولا ماذا ولا من ولا في أي ساعة؟ في أي ساعة المحل يفتح؟ خدنا الأخراني. يا بتي أنت تسكن في أي طابق؟ كلمة طابق مذكر يبقى كل إيطاج اللي هي رقم ب. لشيفر سوري اللي هو الخفاش صا الخفاش صا في بور يخي خيفك يبقى صا دي بتساوي ايه؟ بتساوي الضمير ال في التصريف يبقى في اللي هي رقم ب. نشوف السؤال اللي جاي. اون مارشي نمشي على الرصيف الجانبي عايز كلمه على في دول على اللي هي الاولانيه سي. لو بارك الحديقه تكون لا بتنوار ميدان التزلج هنا لا بريكت عايزه دو ادروات كانت عايزه دو لوان فيها دو الدو دي ما تنفعش ورا لا يبقى خلف الحديقه الاخرانيه. جي ام انا احب نقط اون اتوبيس اخذ في الاتوبيس ما تنفعش اتنقل بالاتوبيس يبقى خدنا رقم ب مصدر وتحويل السو موجود. نشوف السؤال اللي جاي. ميكو بن زميلاتي يكون دول جمع مؤنث ادور على واحده في دول جمع مؤنث قال لك كلمه بتسان ده تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث خط على طول. اعطى شمبر الى حجرتك كده امر مع التي بيذهب مع التي هناخده فا بس اللي من غير اس عشان بحذف حرف الاس مع الضمير تي في فعل المجموع. سلو اكتب له سلو انت تشارك في سباق عجل اقول له نعم جي بارتسيبي وكمل وكمل من بعد الاه لحد اخر السطر. اكلير في اي ساعة لا كورس كومونس السباق يبدأ حوله هو او هي بقى عشان السباق مؤنث كومونس يبدأ 16 مثلا اي رقم مع من هقول له 6 كورس سيكون هذا السباق يكون افيك مع ميزامي اصدقائي. طيب تكلم عن جدك ومواعيدك اثناء الحصه اثناء الاسبوع خدناها قبل كده. انا كده الحمد لله رب العالمين خلصت لكم الدرس الوحده الاولى التمارين اللي عليها والعشر امتحانات اللي جوا عليها.
اتمنى من ربنا تكون استفدت. انتظرني في الوحدة التانية، هنبدأ نكسب بقى فيديوهات الحل بسرعة عشان الامتحانات قربت. اشوفكم بخير في فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.